Hello, my dear students in our biology session. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم في سيشن جديد من سيشنات بيولوجي. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ جزء جديد في الإيميونيتي. كنا بدأنا السيشن اللي فاتت الشابتر ده مع مستر محمد، بدأنا الإيميونيتي في البلانت، والنهارده إن شاء الله هندخل في الإيميونيتي في الهيومن. أوكي، معاكم مسز فاطمة صرفي اكسبرت بيولوجي تيتشر. بداية النهاردة إن شاء الله هنتكلم إيه هو الـ Human Immune System، يعني Immune System في جسم الإنسان. The parts of the system are scattered throughout the body. It means that its parts are not linked to each other in anatomical succession as in other body parts or body systems. يعني بمعنى إن الـ Immune System يشبه كتير الاندوكراين سيستم، ان هو الجلاندز بتاعته او الاورجانز بتاعته سكاترد ان اول بودي بارتس، هي متناثره، هي مش لينكد توجذر زي بقيه السيستمز الموجوده في جسم الانسان، لكن هي بالرغم من ذلك هي انتراكت اند كوبريت ويز ايتش اذر in harmonious coordinated manner، يعني هي بتعمل في تناغم تام مع بعضيها طبعا وبشكل منظم جدا. So the organs of immune system functionally act as one unit، بكأنها وظيفيا or functionally هي بتعمل كأنها وحدة واحدة or ان هو system كأنه linked مع بعضه تماما. Okay. But this organ is scattered. يبقى احنا عندنا two systems في ال body في ال human immune في ال human body ال endocrine وكمان ال immune system ال organs بتاعته بتكون scattered أو بتكون متوزعة ومتناثرة في أجزاء الجسم. Some organs of immune systems are called lymphoid organs because they are considered as a home for lymphocytes which are the main components of the lymphatic system. احنا دلوقتي هنشوف السيستم ده الاورجنز بتاعته بتتكون من ايه، وهنشوف احنا بنسميه ليه. عندنا كلمه او مع مفهوم واسع lymphatic system. هل lymphatic system هو الاميون سيستم؟ لا، كلمه immune system الجهاز المناعي ده جهاز بيشمل من ضمن المكونات بتاعته الجهاز المنفاوي. يعني lymphatic system ده من ضمن او من جزء من اجزاء الجهاز المناعي. يبقى الجهاز المناعي مفهوم اكبر واشمل، بيشمل من داخله او من جواه الليمفاتيك سيستم. طب ليه هو دايما بنعتبره هو الليمفويد اورج، او ليه بنعتبر ان الليمفاتيك سيستم بشكل ما هو بيعبر عن الاميون سيستم؟ لان هو بيعتبر الهوم زي ما هو بيقول في الليمفوسايتس، يعني هو الموطن بتاع الفورميشن والماتوريشنز والفورميت التكوين او الماتوريشن بتاع كل الليمفوسايتس او الليمفويد سيلز زي ما هنشوف كده دلوقتي. يبقى which are the main components of the lymphatic system. طب تعالوا نبدا نتكلم مع بعض. The structure of immune system in human. بيكون من ايه الاميون سيستم؟ بداية كده احنا عايزين نقسم مع بعض ان الكومبوننتس بتاعت الاميون سيستم بتكون، لو احنا قسمناها مع بعضينا هنكون ان هي بتكون من organs و cells، وبعدين عندي chemical substance و antibodies. بمعنى يعني احنا تقريبا اربع مكونات اساسيه organs، والorgans دي هنتكلم عنها بالتفصيل، وعندي cells، والcells دي بتنقسم لثلاث انواع. الليمفوسايتس ودي هنتكلم فيها نوع من انواع الوايت بلاد سيلز، هم كل السيلز دي عباره عن وايت بلاد سيلز، نوع من انواع طبعا السيلز اللي بتكون او اللي بتكون خلايا الدم. احنا عارفين ان الدم بيكون ريد بلاد سيلز ووايت بلاد سيلز والبليتلتس، وده كله موجود في بلازما الدم. طب احنا اللي يخصنا في دراستنا دلوقتي او في الاميون سيستم الوايت بلاد سيلز. يبقى الليمفوسايتس والاذر وايت بلاد سيلز والماكروفيج دي كلها انواع من انواع الوايت بلاد سيلز. اوكي، احنا عارفين درسنا قبل كده ان الوايت بلاد سيلز دي انواع مختلفه واحجام مختلفه واشكال مختلفه، لانها بتقوم بوظائف مختلفه بالرغم من الوظائف مختلفه، لكن هي في الاخر التارجت بتاعها واحد اللي هو protection the body against any foreign body or any pathogens. اوكي، يبقى احنا هنشوف التقسيمه دي في شكل بنوع من انواع الديتيلز شويه. يبقى عندنا السيلز او الوايت بلاد سيلز عباره عن الليمفوسايتس، والليمفوسايتس دي هنتفق ان هي البي سيلز أو some cells are called B cells, T cells, وعندنا NK or natural killer cells. Okay, as the white blood cells, say basophils, or eosinophils, or neutrophils, we in monocytes.
عندنا في سيلز النومن انا سيلز المهمه جدا، عندنا في الاميون سيستم اللي هي الماكروفيج، وفي منها نوعين الفاكسد الموبايل. يبقى دي هي السيلز اللي بتكون الجهاز ده او اللي بتشارك في عمليه الدفاع عن الجسم في الاميون سيستم. اوكي، عندنا كيميكلز، في كيميكال سبستانس بتساعد في العمليه دي. الكيميكلز دي كانها وسيله الاتصال بتوين السيلز وبتوين السيستم ده واذر سيستمز. فدي زي مين؟ الكيموكاينز والانترلوكينز والكومبلمنتس والانترفيرون. وعندنا انتي بوديز وهنتكلم عن دول كلهم بالتفصيل. بدايه نمسك الاورجنز، بايه هي الاورجنز الموجوده في الاميون سيستم. احنا شايفين دلوقتي ان الاورجنز دي زي ما اتفقنا ان هي سكاترد في الجسم. تعال نمسك الليمفويد اورجان. بدايه الاورجنز دي بيحصل لها ماتوريشن وديفرنشيشن بتاعت الليمفوسايت تيكس بليس ان ذم. يعني الاورجنز دي ايه وظيفتها بشكل اساسي؟ الاورجنز دي الوظيفه الاساسيه بتاعتها او المين فانكشن بتاعتها ان هي بتعمل ماتوريشن وديفرنشيشن وكمان فورمت اوف سام تايبس اوف سيلز. هنتكلم عنهم دلوقتي ونشوف ايه هي الاورجنز اللي عندنا. اول حاجه البون مارو. بون مارو دي حاجه من طبعا فاهمين يعني كلمة بون مارو اللي هو المارو بتاع النخاع الموجود في العظام. ده انه جزء مكون اساسي من مكونات العظام. اوكي، يبقى البون مارو ده موجود في السايد بتاعته ده ابارنت تيشو ذات از فاوند انسايد ذا فلات بون ساتش از كلافيكلز ترنم سكال فيرتيبرال كولم. كل الاجزاء دي احنا اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في الجهاز الهيكلي او واحنا بنتكلم في السكيليتال سيستم. فاتكلمنا عن الاجزاء بتاعه السيلز او السيستم ده وعرفنا ان دي سام تايبس اوف بونز كولد فلات بونز. فلات بونز يعني معنى كده ان هي بتبقى مش سميكه او مش مجوفه، وبالتالي بيبقى دي بيبقى فيها نوع من انواع اللي احنا بنسميه او نوع من انواع التيشوز اللي بيطلق عليها البون مارو. بون مارو من مكونات السكيليتال سيستم، وكمان ليها وظيفه مهمه قوي في الاميون سيستم. مش زي ايه؟ زي اللي هنشوفها دلوقتي. اوكي، موجود فين كمان؟ زي الريبس والشولدر بيرس. طب كمان موجود عندنا في الهيدز اوف لونج بونز از ذات اوف فيمور اور تيبيا اند هيومرس. كمان درسنا ان عندنا في لونج بونز زي ما قلنا ان في فلات بون، فقلنا ان في لونج بون. لونج بونز زي مين كده؟ زي ما احنا نشوف زي الهيومرس اور تيبيا اور الفيمور. فشايفين ان الهيد بتاعتها فيها نوع من انواع المارو كولد ريد بون مارو. ريد بون مارو في الهيدز بتاعت اللونج بونز وخاصه الريد. ليه ريد؟ احنا ليه بنحدد ان هو ريد بون مارو؟ عشان في نوع تاني من انواع المارو او من انواع النخاع الموجوده في العظام اسمه اليلو بون مارو، وده ليه وظيفه تانيه مختلفه عن الوظيفه دي. طب الريد بون مارو ده وظيفته ايه الاساسيه؟ وظيفته ان هو بيعمل ايه؟ ده الوظيفه الاساسيه بتاعته ان هو production of red blood cells و white blood cells و blood platelets. يعني هو بينتج جميع انواع مكونات الدم، مكونات الدم او السيلز بتاعت البلاد اللي هي الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبليتلتس. يبقى احنا اللي خصنا هنا مين؟ اللي هي الوايت بلاد سيلز. يبقى هي فين المنشا بتاعها او فين الفورميشن؟ فورمت فين؟ هي فورمت في الريد بون مارو. اوكي، بعد كده زي ما شفنا هندخل في اورجن تاني من المكونات اللي هي الليمفويد اورجنز. عندنا الثايمات جلاند. الثايمات جلاند احنا كنا ذكرناها سريعا واحنا بندرس في الاندوكراين جلاندز، بس قلنا ان هي ليها immunization function ودي هنتكلم عنها في الاميون وده جه وقت الكلام عنها. هي فين موجوده؟ فين دلوقتي؟ هي located on the trachea above the heart and behind the sternum pool. زي ما احنا شايفين كده هي الشكل بتاعها، هي above the heart بتبقى فوق الهارت وبتبقى موجوده على التراكيه. اوكي، وبتبقى موجوده خلف طبعا العظمه او الاسترنم بول. الفانكشن بتاعتها ايه؟ هي من الاندوكراين جلاندز هي تكريت ثايموسين هرمونز. الثايموسين هرمونز ده وظيفته ايه؟ وظيفه مناعيه بانه يعمل ستيمولييت للماتيورتي اوف ليمفويد ستيم سيلز. يعني هو بيحول الخلايا اللي احنا بيطلق عليها الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه، الخلايا اللي هي لسه ما حصل لهاش اي نوع من انواع الديفرنشيشن، لسه ما تخصصتش، فدي بتبقى زي لسه الخليه الصغيره اللي لسه هيحصل لها الديفرنشيشن او هيحصل لها تخصص. فهي بتبقى هو بيعمل لها ماتيوريتي ويحولها، بيحول الستيم سيلز اللي
T cells and their differentiation into their different types inside the thymus gland. يعني هي بيحصل لها كمان differentiate في ال T cells نفسها، أولا بتحدد إنها T cells بال types بتاعتها بالأنواع بتاعتها زي ما احنا عارفين أو زي ما احنا نعرف كمان inside the thymus gland بفعل الهرمونز بتاعها اللي هو secretion بتاعها اللي هو thymusine hormones. اوكي عندنا other organs اللي هو tonsils او اللوزتين، ودول موجودين specialized lymphoid glands located in both sides of rare portion of mouth. زي ما احنا شايفين الصورة دي، وموجود في الجزء الخلفي من الماوث هنا، موجودين على جانبي ال two sides of rear portion of mouth. اوكي وظيفتهم ايه؟ function بتاعهم pick up any microbes or foreign bodies that may enter with the food or air and prevent entry the body, so they act to protecting the body. هو بيمنع اي foreign body or اي microbes ممكن يدخل الجسم with the food or air or water. اول ما الانسان بيفتح الماوث بتاعه ممكن يدخل من خلاله اي foreign body or microbes، وبالتالي هو بيعمل pick up لل foreign bodies دي علشان يمنع دخولها او انتشارها spread جوه الجسم. اوكي بعد كده عندنا الاورجان اللي بعديه اللي هو السبلين، small lymphoid organ. spleen يمكن احنا ما شفناهوش بالطويل، بس هو عباره عن organ بنلاقيه هنا في الجانب جنب الاستومك كده او خلفها، بيكون فيها whose size is not more than the fist، يعني الحجم بتاعه ما بيبقاش كبير، and its color is dark red. Dark red طبعا علشان المكونات بتاعته السيلز اللي موجوده فيه. Site located in the upper left side of the abdominal cavity، هو موجود في left side في الجزء الأبر من ال abdominal cavity. ايه دوره او ايه وظيفته؟ بيعمل an important role، ليه دور مهم جدا في البادي immunity. ازاي؟ لان هو بيحتوي داخله على خلايا مهمه قوي، ماكروفيج، والماكروفيج دي types of white blood cells، they are specialized type of white blood cells، بتعمل pick up لأي strange أي حاجة بتدخل البادي whether microbes or foreign bodies or synthetic somatic cells. أي synthetic somatic cells زي مثلا الريد blood cells دي بتحللها وتعملها disintegrate them to their components to be disposed by the body. Okay. Carry information كمان ليها وظيفة تانية الماكروفاج، هي بتعمل carrying information which are collected about the microbes أو أي foreign bodies to offer them for the specialized immune cells. زي ما هنشوف كده في السيشنات الجاية إن شاء الله، إن هي إزاي بتحمل المعلومات وبتتحول ل presented cell علشان تعرض المعلومات informations about the foreign body ده لكل السيلز اللي تقدر تهاجم أو تقدر تشارك في عملية attacking or destroying the foreign body. Okay. يبقى حاجة كمان في المكونات الموجودة أو السيلز الموجودة inside the spleen، عندنا اللي هي lymphocytes they are another type of white blood cells which release the special proteins that موجودة طبعا في the blood as known antibodies. يبقى عندي نوع من أنواع lymphocytes من السيلز اللي هي تنتج الانتيبوديز that hold in mission بتاعتها defense where they defend the body against germ and virus. في نوع من انواع السيلز اللي احنا هندرسها ان شاء الله قدام، ودي بتنتج antibodies against virus محدد، تبقى الانتيبوديز دي متخصصه لفيروسات او مايكروبس محدد، وهنشوف الميكانيزم بتاعها. اوكي another organs عندنا البايرز باتش. بايرز باتش او بقع باير، دول small nodes of lymphatic cells accumulate in the form of masses or aggregations. دي زي ما احنا شايفين كده هي small masses or mini cells موجوده في الميوكس membrane اللي عامل lining the lower parts of the small intestine. يعني small intestine من الداخل، من الجزء الداخلي، هنشوف اللايننج بتاعها او البطانه بتاعتها من الداخل بتبقى فيها اللور بارتس منها فيها small aggregations من السيلز اللي عامله accumulate كده في اجزاء، وعامله كانها اجزاء عامله بقع او عامله نودز محدده.
ودي بتبقى السيلز ليها immunization function. اوكي، هي بتبقى موجوده في البرين ده علشان ليها وظيفه مهمه جدا. هو صحيح الفول فانكشن از unknown، مش معروف الى الان، لكن هي زي بلاي رول في الاميون ريسبونس اجينست الباثوجينيك او اي باثوجين او اي مايكرو اورجانيزم ممكن ينتر ذا انتستين وذ فود طبعا كوز ديزيز. اوكي، اخر اورجانز عندنا اللي هي الليمفاتيك نودز، والليمفاتيك نودز دي لازم طبعا تبقى موصله بفيزلز. طبعا الليمفاتيك نودز دي اصلا السايز بتاعها بيبقى مختلف، فاريد من السايز رينج فروم البين هيد تو ذا سيد اوف سمول بينز، يعني من حجم صغير جدا قد راس الدبوس لحد حجم اكبر كده للسمول بينز، وده يعتبر طبعا بالنسبه للحجم الصغير ده حجم اكبر منها. بتبقى سكاترد زي ما احنا شايفينها في الاول بودي بارتس، موجوده في اجزاء الجسم كلها. هنلاقي ان هي along the network of lymphatic vessels that are located in all body parts such as، هنلاقي زي مثلا موجود عندنا في under armpits، في side، في two sides of، زي ما احنا شايفين هنا under armpits كده two sides of neck، كمان عندنا في ال upper thigh، in the upper thigh near the internal body organs. يعني هي الحقيقة هي متوزعة زي ما اتفقنا في ال all body parts. اوكي، طيب structure of lymphatic node، نمسك ال lymphatic node سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هي ايه ال structure بتاعها عشان نقدر ندرس أو نفهم ال functions بتاعتها ايه. ال lymphatic node من الداخل هنلاقيها divided into pockets، كأنها عبارة عن جيوب or pockets من الداخل، وال pockets دي بتكون مليانه او filled with P lymphocytes و T lymphocytes و macrophages، يعني فيها كذا نوع من انواع ال white blood cells. زي مين واهمهم مين؟ اللي هي ال P lymphocytes زي ما احنا شايفين، وعندي ال في T lymphocytes وال macrophages. والماكروفيج دي وفي سام اذر تايبس اوف وايت بلاد سيلز، كل دول الوظيفه بتاعتهم ان هم بيعملوا بيوريفاي للنف فروم جيرم اند ديبريز اوف سيلز. المفروض ان في الفيزلز دي هيمر او هيعبر من خلالها اللنف، واللنف ده من ضمن السوائل بتاعت الجسم الفلويدز بتاعت البادي، بتمر بتدخل الاول في بتعدي على اللنف نودز ومن لنف نود للنف نود وهكذا لحد ما يحصل لي purify من خلال كل النودز اللي عدى عليه. ده احنا شايفين هي متقسمه بوكيتس ازاي، والبوكيتس دي من الداخل بداخلها التايبس بتاعت الوايت بلاد سيلز اللي احنا اتفقنا عليها، زي البي لينفوسايتس اور تي بي سيلز، تي سيلز، ماكروفاج، كل السيلز دي بتقوم كل واحد فيهم بالاميون ريسبونس بتاعته او الاستجابه بتاعته او بيقوم بوظيفته في الاجينست الميكروبس اللي تحت. Each lymphatic node is connected with several، كل الليمفاتيك نود بيكون متصله زي ما احنا شايفينها كده بالليمفاتيك فيزل. في ليمفاتيك فيزلز بتكون داخله متصله بيها علشان تدخل لها اللمف، ومن خلالها جوه اللمف ده بيحصل له عمليه الفلتريشن والبيوريفاينج. اوكي، and get rid of suspended foreign pathogens away from the body. يبقى هو بيتخلص من اي foreign body لما بيمر على lymphatic nodes. يعني بنحب نشبهها كأن عندنا pathway او ممر او طرق سريعه وبنمشي عليها، وبعدين في زي الكمائن اللي هي موجوده في الجسم ومنتشره في الجسم، وبنعدي على الكمائن دي علشان تعمل تحقيق من الاجسام الغريبه او اي عدو ممكن يقدر يدخل. لو شبهنا الجهاز المناعي في جسم الانسان، الجهاز المناعي بيشبه الى حد كبير الجيش بتاع البلد. هو جيش بيحمي جسمي من اي اتاكينج، اي فورن بودي، اي عدو ممكن يدخل، ويبدا يحميه او يمنعه ويعمل بريفنتنج او يعمل اتاكينج في حاله لو فعلا الفورن بودي ده قدر او نجح في ان هو يعمل انفيد للبودي. فازاي يعمل بروتكشن للبودي ده؟ اوكي، فهو الى حد كبير بيشبه في الوظيفه بتاعته طبعا، وهنشوف الوظائف بتاعت كل سيلز فيهم او كل اورجانز كمان. الفانكشنز بتاعت ال اللنف نود هنقول ان هي بتعمل طبعا بيوريفاي لللنف، لنف فروم اني هارمفول سبستنس اور مايكروبس، وستور وايت بلاد سيلز زي ما اتفقنا الليمفوسايتس ذات هيلب ان فايتنج اجينست اني ديزيزز اور انفكشن. اوكي،
بعد كده احنا كده خلصنا الاورجانز، احنا اتفقنا ان دي الاورجانز احنا قلنا ان السيستم او النيو سيستم كونسيست اوف اورجانز وسيلز، اللي هي قسمنا السيلز اللي 3 تايبس مينلي اساسيين اللي هم الليمفوسايتس والايزرايت بلاد سيلز والماكروفيج. طب نمسك السيلز بقى اللي هي الليمفوسايتس، الاول قلنا ان هي نوع من انواع الوايت بلاد سيلز، البرسنتج بتاعتها بتبقى about من 20-30 of white blood cells in the blood. Site of formation بتتكون فين؟ اتفقنا ان دول all lymphocytes formed in red bone marrow، كلهم بيتكونوا في red bone marrow. طيب ال ability of immunization بتبدأ، هي لسه بتتكون ك cells بنعتبرها stem cell او خلايا لسه ما تخصصتش او خلايا صغيره لسه بتكبر، بعد كده يحصل لها الماتوريشن عشان تقدر تتخصص ويبقى ليها الدور. طب الابيليتي اوف immunization at the beginning of lymphocytes formation they don't have any immune ability، في الاول ما بيكونش عندها قدره مناعيه او استجابه لاي اي attacking or protectionless. But they passes by a process of maturation and differentiation in the lymphoid organs after that they change into cells that have the ability of immunization. يعني هي الأول بتنتج كأنها stem cells خارجة من البون مارو stem cell، stem cell ما عندهاش أي لسه قدرة مناعية، وبعد كده بتمر بمراحل من الأول يحصل لها maturation نضج، وبعدين يحصل لها differentiation اللي هي التمايز في lymphoid organs. كل الحاجات دي بتحصل في lymphoid organs اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول. اوكي وهنشوف اي كل واحده فيهم بتمر بمين الاول، وبعد كده هي بتتحول بقى لسيلز خلاص عندها الابيليتي اوف اميونايزيشن، كانها كانت صغيره وبدات تكبر وتتخصص ويبقى لها وظيفه محدده. طيب ايه تايبس بقى بتاع عندي 3 تايبس اوف ليمفوسايتس ان ذا بلاد، ايه هما؟ البي سيلز، والبي سيلز النسبه بتاعتها تكون برسنتج بتاعتها زي من 10 to 15 of lymphocytes. دول احنا بنتكلم في نسبة الليمفوسايتس من نسبة الوايت بلاد سيلز عامة بشكل عام اللي موجودة في الجسم، اوكي؟ okay؟ او في البلاد. طيب خلاص عرفنا النسبة بتاعتها من 10 from 10 to 15 sorry. Site of formation اتفقنا ان هم كل السيلز دي او كل الليمفوسايتس فورميشن بيحصل لها في الريد بون مارو، هي كمان اول حاجه البي سيلز بيحصل لها فورميشن وماتوريشن، كمان ايه الفورميشن والماتوريشن بيحصل في الريد بون مارو. الفانكشن بتاعتها، طب وظيفتها ايه؟ هي الوظيفه الاساسيه بتاعتها بتعمل ايدنتيفاي الميكروبس او اي فورين بارتيكلز، اي فورين ماتيريال such as bacteria, virus and dirt to these foreign materials, then produce antibodies for these materials to destroy them. يعني هي الأول بتعمل adhere، بتلتصق بالفورين بودي ده كأنها تمسك فيه الأول، تعرفت عليه، هتعرف عليه من خلال هنتعرف قدام، هنعرف إن أي foreign body بيبقى على الـ outer surface بتاعه something like الـ ID، كأنها المعلومات أو المعلومة الأساسية بتاعته الـ ID بتاعه، معلوماته كلها تبقى موجودة على جزء بيطلق عليه الـ antigen. الـ antigen موجود على الـ outer surface بتاع الـ foreign body، وهي بتعمل adhere للـ foreign body ده. وبعد كده تبدا تعرف المعلومات بتاعته من الاي دي بتاعه او من الانتيجين، وبالشكل ده هي عرفت المعلومات وتبدا تفصل على قد معلوماته او على قد بالظبط تعمل له تكون له الانتي بوديز المضاد لهذا الجسم علشان تقدر يقدر يعمل له اتاكينج او ديستروينج زي ما هنشوف بالضرب. عندنا نوع تاني من الليمفوسايتس اللي هي تي سيلز، والتي سيلز بتبقى النسبه بتاعتها البرسنتج بتاعتها اكبر، بتبقى about 80% of the lymphocytes in the blood، هي النسبه الاكبر لان هي كذا نوع اصلا بيحصل لها differentiate into 3 types زي ما هنشوف. السايت اوف فورميشن اتفقنا ان هو لازم كلهم السايت اوف فورميشن بتاعهم بيكون في الريد بون مارو، لكن هي بيحصل لها فورميت في الريد بون مارو، لكن ماتوريشن بيحصل في الثايموس جلاند. يبقى هنا كده في جزء من الاورجنز اللي اتكلمنا عنها اللي هو البون مارو، البون مارو ده عمل فورميت، عمل البروديوسنج ليها، عمل الاول انتاجهم كل السيلز دي، وبعد كده في اللي حصل ماتوريشن انسايد البون مارو زي البيس
سيلز، لكن التي سيلز لا، هي خرجت من البون مارو without mature، وبعد كده حصل لها الماتيو وعدت لازم الاول على الثايموس جلاند عشان يحصل لها الماتوريشن. هناك بيحصل لها ماتوريشن وديفرنشيشن، بمعنى ان هي بتبدا تتخصص ل 3 تايبس او بتختلف ل 3 تايبس اوف في تي سيلز، which are helper T cells أو TH helper، وعندنا الفانكشن بتاعها بيكون activates other types of T cells and stimulates them to their immune response. عايزاكم تعتبروا ان TH دي something like مثلا القائد الكبير بتاع الجيش، خلاص اللي هو بيدي بينظم الحرب، بينظم اللي عمل كل خلايا كل السيلز الثانيه اللي موجوده في الجسم ده او في الجيش الدفاعي ضد الجسم ضد اي مايكروبس للجسم، هو القائد اللي بيعمل ستيموليت او بيدي اوردرز لكل تايبس اوف سيلز علشان تقوم بالدور بتاعها. يبقى مفيش سيلز هتقدر تشتغل في الاميون سيستم الا بالاوردرز من التي اتش، يبقى التي اتش كانها القائد الكبير بتاعهم اللي هو بيديهم الاوردرز، يبقى هو عمل لهم ستيمولي كل واحد فيهم علشان يعمل الاميون ريسبونس بتاعته. طيب السيلز الثانيه بعد التي اتش عندنا مين؟ سايتوتوكسيك تي سيلز. سايتوتوكسيك تي سيلز او تي سي، طبعا من اسمها واضح جدا ان هي من انواع الخلايا السامه او القاتله، ودي بنسميها الكيلر يعني، ودي تختلف تماما عن ناتشورال كيلر سيل. تي سيلز دي تي كيلر او تي سايتوتوكسيك، دي خلايا بتعمل اتاك للفورين سيلز برضو such as the carcinogenic cells or transplanted organ and the body cells which are infected with virus. هنشوف كل ده واحنا بندرس الميكانيزم بتاع ازاي السيلز دي بتعمل اتاكينج او بتعمل الاميون ريسبونس بتاعها ان شاء الله. اوكي، بس احنا بدايه كده هنعرف ان هي بتعمل اتاك لاي فورين سيلز، اي خليه بتحس ان هي خليه غريبه عن الجسم او بتعرف، طبعا هنعرف تتعرف عليها ازاي، زي carcinogenic cells او حتى لو كانت transplanted organ، حتى لو كان الاورجن ده حصل له زرع الانسان مثلا زرع كبد زرع كلى او زرع اي جزء من اجزاء organs غريبة عن جسمه، بيبدا يعملها اتاك علشان هو بيبقى عارف ان دي جزء غريب عن الجسم بتاعه، وهيبقى ليها طبعا طريقه للاستجابه. طيب النوع الثالث عندنا suppressor T cells or TS. TS دي اللي هي تعمل regulate the degree of immune response to required limit، يعني ما ينفعش نسيب السيلز تفضل تقتل وتقضي وتبدا في الاستجابه او الحرب اللي هي اشتغلت فيها، لازم او الاتاكينج اللي هي بتعمله لازم بنوقفها عند حد معين. طب مين اللي بيوقفها او مين اللي بيقول اللي بيحدد الليمت بتاعت ان الحرب دي خلصت او الدفاع ده خلص؟ ال TS، يبقى بتعمل suppressor or inhibit الاكشن of T cells او ال B cells كمان عشان تعمل elimination of the pathogen. خلاص بعد after the elimination of the pathogen احنا المفروض بتتوقف الخلايا دي. كانت types of T cells. طيب هندخل بقى في النوع الثالث من ال cells دي او من الليمفوسايتس اللي هو ال natural killer cells or NK. دي النسبة بتاعتها percentage بتاعتها from 5 to 10% of the lymphocytes in the blood. Formation برضو انت maturation زيها زي B cell في بيحصل في red bone marrow. الفانكشن بتاعها attacks the infected body cells with virus and carcinogenic cells and kills them by enzyme secretes. احنا كده بندرس ايه؟ احنا السيشن ده بندرس فيه كل الاورجانز وكل السيلز اللي بتقدر ازاي تدافع عن الجسم بالوسائل بتاعتها، كاننا بندرس الجيش مثلا وكل وسيله دفاع او كل سلاح بتاع كل واحد مين، وبعد كده هنعرف ازاي الحرب دي بتدار او ازاي بيخطط لها الميكانيزم بتاع الحرب دي. اوكي، احنا عرفنا كل واحد الميكانيزم بتاعه او السلاح بتاعه، بعد كده هنشوف الحرب كلها على بعضها بقى الاستجابه نفسها بتتم ازاي. اوكي، بعد كده هندخل في الجزء اللي بعديه اللي هي الاذر وايت بلاد سيلز. احنا طبعا اذر وايت بلاد سيلز دي ديفرنشيت انتو فور مين تايبس اوف cells. عندي basal cells أو basophils. basophils دي cells مش basophils or eosinophils or neutrophils or monocytes، دول من الأنواع cells اللي احنا بنسميهم other white blood cells، ودي بنعتبرها الخلايا بتعمل التهام or engulfed زي ما هنشوف كده. cells دي اللي هم الثلاثة الأولانيين basophils وال eosinophils وال neutrophils دي cells مش acidic ولا base، هي نقصد بيها إن دي cells
جرانيولار سيلز او بنسمي ان السيلز دي فيها جرانيولز، والجرانيولز دي اصلا اندر مايكروسكوب زي اللي هي بتكون بتقدر تتصبغ بصبغات اسيدك او بيزك، فعلشان كده اطلق عليها الاسم ده. اوكي، يبقى احنا عرفنا هي اللي اطلقت بالاسم ده. جرانيولر دي كلها تحتوي على جرانيولز، والجرانيولز دي هي اللي اتصبغت او استقبلت هذه السيلز. اوكي، ايه الفانكشنز بتاعتهم دول السيلز دي اللي هم الثلاث انواع دول؟ احنا الثري تايبس دول وظيفتهم بيكون هم الثلاثه اللي هم الجرانيولر سيلز وظيفتهم الى حد ما بنقول ان هم contain granules وبيحصلوا بيعملوا disintegrate the pathogen cells بيعمل attacking لي البطيق. اوكي، وكمان بيعملوا ingest and digest للباثوجينز او الفاجوسايت، بيعملوا عمليه بنسميها فاجوسايتوسيس. طبعا عندنا اخر حاجه منهم اللي هم سنجل كور سيلز او بنسميها مونوسايت، ودي نون جرانيول سيلز. هي في الحقيقه هي مش ما فيهاش جرانيولز، هي فيها جرانيولز بس الجرانيولز دي ما بتبقاش واضحه اندر مايكروسكوب، وعشان كده ما بتتسبكش، علشان بس في لبس كبير او في مسكونسبشن في موضوع هي جرانيولر زي محببه ولا مش محببه. هي حقيقة محببة، لكن هي احنا ما بنشوفش الحبيبات دي او ما بنشوفش الجرانيولز دي اندر مايكروسكوب، لان هي لا بتبقى صغيرة جدا في الحجم وما بتقبلش الصبغة، فما بتتسببش فما بتتشافش، وبالتالي بيظهر لينا او اللي بيظهر لنا ان هي مش محببة زي الاسيدك او البيزك، فعشان كده بنقول ان هي نون جرانيولز سيل. اوكي، طيب هي دي الفانكشنز بتاعتها ايه؟ بيقول هي ديستروين، طبعا كلهم بيعملوا ديستروي للفورين بوديز، وتشينج انتو هي عندها قدره بقى، عندها ميزه ان هي تقدر تتحول لفاجوسايت وين نيدد ذات انجلف ذا فورين اورجانيزم، يعني تقدر تتحول لفاجوسايت سيلز. ايه النوع عندنا من السيلز اللي هي الماكروفاج؟ والماكروفاج دي includes two main types which are عندنا اللي هي الفيكسد ماكروفاج and عندنا الموبايل. عايزين يشبه الفاكسد والموبايل، بنشبهها دايما بحب اشبهها للطلبه بان هي الفاكسد كانها الكمائن اللي بتبقى موجوده على الطرق السريعه مثلا، والموبايل كانها الدوريات اللي بتمر في الطرق وفي البلد علشان تحفظ الامن فيها او تحفظ الامان. يبقى احنا عندنا فاكسد كل دول بيدوروا على اي غريب، اي حد او اي كائن بيقدر يعمل انفيت او بيحاول يعمل انفيت علشان يحافظوا على الجسم. هو زي بالظبط فاكسد ماكروفيج، هي كانها كمين ثابت في اماكن محدده متوزعة في الجسم عشان لما يمر الليمفاتكس اللمف في الليمفاتيك فيزل يمر عليها ويحصل له فلتريشن، يعني هتلتقط منه اي فورين بادي. طيب في برضو في عندي موبايل ماكروفيج كده بتمر هي كمان في بتمشي فيه تدور على اي فورين بادي، يبقى احنا عندنا منها نوعين. دي موجوده فين الفاكسد؟ بيقول لي present in most of the body tissue. Their names are different depending on the tissue where they exist. يعني هي موجودة في أجزاء مختلفة من الجسم، وطبعا بتختلف اسمها على حسب المكان اللي هي موجودة فيه. الـ functions بتاعتها هي بتعمل engulf any foreign particles. دي ما بتتفهمش. دي بتعمل engulfing لأي foreign particles بتبقى موجودة present close to it. أي حد قريب منها بيجي ناحيتها بتروح تقبض عليه زي الكمين بالظبط. بتعمل أي مايكرو أورجانيزم أي كان بتعمل عملية فاجوسيتوزس اللي هي عملية الابتلاع أو البلع. Where they pick up any microbes or foreign bodies. وتعمل لهم destroying طبعا، وتحللهم disintegrate them to their primary components to be disposed by the body. طبعا عندنا موبايل ماكروفيج، الموبايل ماكروفيج دي functions بتاعتها ان هي تعمل engulf للفورين particles برضو بالفاجوسيتوزيس والكاري، بس دي بقى هي اللي بتروح وبتدور بتبحث على بتجري ورا اي فورين بودز. تعمل حاجة كمان ان هي بتعمل حاجة مهمة جدا، هي carry information بتتحول لpresented cell و collected about the microbes. زي ما قلنا كده هي بتجمع المعلومات about the microbes وبتعرضها وبتعمل presented علشان تقدر تعمل study the specialized immune cells that are found in the lymphatic nodes، علشان موجود طبعا scattered في different body parts و prepare the suitable defensive mechanisms such as the antibodies and the specific type of killer cells that deal with these microbes. Okay.
اخر نوع عندنا، او سوري نمبر 5 عندنا الاسيستنت كيميكال سبستنس. هي الكيميكال سبستنس دول عايزاك تعرفوا ان هي الكيميكالز ذات هيلبز اكوبريت وذ ذا سبيشاليزد ميكانيزم اوف اميون سيستم. احنا اتفقنا ان الاميون سيستم الاورجانز بتاعته سكاتر في الجسم ومفيش حاجه بتوصله ببعضه، او ما هو مش متصل ببعضه، مفيش لينكت بينه. طب هو لازم يتصل على في وسيله اتصال عشان يقدر يعمل الكوبريشن ده، ويقدر يعمل مانجنج لعمليه الميكانيزم بتاع الدفاع عن الجسم او الاميون نفسه. فازاي في وسيله الاتصال اللي بيتواصل بيها مع بعضه؟ هو بيتواصل مع بعضه بوسيله اتصال كيميائيه او بعض الكيميكال سابستنس. يبقى الكيميكال سابستنس دي هي مواد كيميائيه مساعده، بتساعد مين؟ بتساعد الاورجانز والسيلز دي ان هي تقوم بالوظيفه بتاعتها. يبقى هي اللي بتعمل help me cooperate with this specialized mechanism of immune system and their action. طيب تعالى نتكلم عن ال types of assistant chemical substance and they vary as the follow. عندنا أول نوع من أنواعهم اللي هي بنسميها ال chemokines. ال function بتاعته ده بيقول لي recruit or guide the migration of the large circulating phagocytes which are found on the blood by large numbers towards the site of existence. يعني كأنه هو العلامة أو الإشارة اللي بتدي المكان اللي هو بيوجد فيه الـ functions الكيموكينز، المكان اللي هو بيكون exist فيه بشكل كبير وبكمية كبيرة. ده معناه إن هو فيه هنا مشكلة، في عندنا foreign body هو بيعمل كده بالشكل ده استدعاء للـ other cells علشان تيجي الـ other immune cells علشان تيجي في المكان ده. في مكان تواجده هو إشارة منه أو إشارة من إفراز بكمية كبيرة، ده معناه إن هنا في foreign body، وبالتالي الـ other immune cells بتروح علشان تقوم بالدور immune response بتاعتها. طب عندنا interleukins، والinterleukins دي برضو بتعمل mediate للcommunication among different immune cells. يعني هي كأنها وسيلة الاتصال between الـ immune cells المختلفة. عندنا B cells و T cells. لذا كنا بنقول ان T cells بتعمل stimulate ل other types of T cells و B cells كمان. طب هي بتديهم الاوردر ازاي؟ بتعمل لهم stimulate ده ازاي؟ هتتواصل معاهم بانهي طريقه بالظبط؟ بكيميكال سبستنس. زي مين؟ زي الانترلوكينز. يعني تي سيلز علشان تخاطب او تعمل ستيميوليت او تعمل اكتيفيشن للبي سيلز او اذر تايبس من التي سيلز، فهي بتاكتفها بالانترلوكينز، بتفرض عليها الماده دي علشان او الكيميكال سبستنس دي علشان تخليها اكتف وتقدر تقوم بالاميون ريسبونس بتاعتها. يبقى هي الميديت الكوميونيكيت بتوين ديفرنت اميون سيلز، وكمان communicate between immune cells و immune system كمان ال other types of immune system. Okay, from immune system and other types أو other systems في الجسم. يعني ما بين ال immune system نفسه وما بين ال systems التانية. عندنا نوع من انواع الكيميكالز كمان اسمها الكومبلمنتس، والكومبلمنتس دي من اسمها هي متممات. متممات يعني هي بتتمم عمل معين، يعني في عمل بيحصل بس ما بينتهيش او ما بيخلصش او ما بيتمش الا اذا هي تدخلت. هي جروب اوف ديفرنت تايبس اوف بروتين اند انزيمز. يعني هي شويه ايه بقى دي؟ دول شويه بروتينات وانزيمات ليهم دور في اللي بقى ان هم يعملوا ديستروينج للميكروبز ذات ار بريزنت ان ذا بلاد. بس انت هو ايه دورهم في ان هم؟ هل هم دايركتلي بيروحوا للميكروبس ده يعملوا له ديستروينج؟ لا، هم الحقيقه ما بيعملوش ده الا اذا حصل حاجه مهمه. حصل كونجيجيت وذ ذا انتي بودي ثرو ذا لايزنج اوف ميمبرين اوف انتيجنز ذات ار فاوند اون ذا سيرفيس اوف ذا مايكروبس اند ديسولف ذير كونتنت تو ميك ذم ايزي انجلفد باي فاجوسايتس. يعني ايه ده؟ يعني احنا اتفقنا ان في التايبس من الليمفوسايتس بتفرز انتي بوديز مخصوصه زي البي سيلز انتي بودي against pathogens معين، ولما بيحصل adhere between ال antibody وال foreign body ده او الفيروس ده او الميكروبس ده، بتيجي علشان يقدر يكمل العملية بتاعته او يكمل ال destroying بتاعه، بتيجي complement دي تمسك ما بينهم تمسك معاهم علشان يقدر يتم الوظيفة بتاعته. ودي هنتكلم عنها ان شاء الله واحنا بنتكلم في الميكانيزم.
اخر نوع من السبستانس عندنا الانترفيرونس، ودي من الحاجات المهمه جدا ومن من الطرق الحديثه اللي توجه العالم حاليا معظمه للعلاج بيها. الانترفيرونس they are different types of proteins that are produced and secreted by infected tissue cells with virus and they are not specific for a certain virus. بمعنى ايه؟ function دي هي الانترفيرونس دي ماده بتفرزها الانفكتد سيل، يعني عندنا سيلز لا قدر الله بيكون حصل لها اصابه بباثوجنز معين، السيلز دي بتبدا تعمل سبستنس ماده كيميائيه معينه بنسميها الانترفيرونس. الفانكشن بتاعتها انها تعمل بريفنتنج للريبرودكشن اند سبريدنج اوف فيروس ان ذا بودي وير ذي بايند تو ذا هيلثي سيلز نيبرينج تو ذا انفكتد سيلز. يعني لو في سيلز حصل لها انفكشن السيلز دي تبقى خلاص هي مدمره وهتموت قبل ما تتدمر او قبل ما تنتهي بتموت، بتفرز ماده اسمها الانترفيرون. الانترفيرون دي ماده بتفرزها على النيبرينج سيل المحيطه بيها علشان النيبرينج سيل دي تبدا تاخد الميكانيزم او تعمل الديفنس بتاعها اجينست الفيروس لما يخرج من الانفكتد سيل دي. تبقى هي عارفه ان خلاص هيخرج منها فهو بيحضر له بيعمل بروديوس سبيسيفيك تايب اوف انزيم that inhibit the action of replication enzyme of virus. احنا عرفنا يعني ايه دلوقتي ان انا بيحصل replication للانزيم فهمناها، فبتمنع هي الانزيم اللي هي بتجهزه او بتعمله كانه وسيله دفاعيه لما يخرج الفيروس يبدا يلاقي ان الانزيم ده بيمنع الريبليكيشن بتاع الانزيم بتاعه. اخر جزء عندنا نتكلم فيه في الجزء ده اللي هي الانتي بوديز، والانتي بوديز دي احنا عارفين ان هي من الاجسام السبيسيفيك بروتين نون از اميونوجلوبولين، ودي بتاخد الواي شيبد او حرف الواي زي الشكل بتاعها كده. السايد بتاعها هي موجوده فين؟ موجوده في البلاد واللنف والهيومن بتاع الهيومن اند اذر فيتبريت. الاوريجن بتاعها او المنشا بتاعها هي الانتي بودي دي، هل انا موجود بيها؟ هي نشات كده؟ لا، هي الاوريجن بتاعها produced by بي بلازما بي سيلز. البي سيلز او البي لينفوسايتس نوع منها هيتخصص هيحصل له ديفرنشيت لنوع اسمه بي بلازما والنوع الثاني اسمه بي ميمبر. بي بلازما هي اللي كان produce الانتي بوديز، ودي الانتي بودي اللي هي بتفرزها او بتعملها مخصوص لفورين بودي معين او فيروس او مايكروب محدد. الفانكشن بتاعت الانتي بودي دي بتبقى ما بتتمش الا اذا كان معاها الكومبلمنتس زي ما اتفقنا. And here with the foreign bodies as bacteria cells to offer them to the other white blood cells for engulfing. هم الحقيقه في الاخر بعد ما الانتي بودي بيعمل adhering مع الفورين بودي والكومبلمنتس كمان يجي معاهم، الحقيقه ان كل ده في الاخر بيحضر نفسه او بيعمل preparing بيجهز نفسه لعمليه الانجلفد باي الماكروفيش في النهايه. طيب الفارمنج بتاعها بقى هي السيرفس بتاع الانتي بودي بكتيريا ذات انفيد ذا بودي تيشوز ذير ار كومباوندز كولد انتيجين. هي بتتكون من ايه زي ما احنا هنشوف كده، بتمسك فيه هاو ذي ار فورمنج. هنقول ان هي فيها اجزاء، هنتكلم دلوقتي في الاستراكشر بتاعها. Receptors that are present on the surface of P lymphocytes recognize these foreign bodies and particles and join with the antigens that are found on the surface of the microbes. باختصار لان احنا لسه هنتكلم في الميكانيزم ده بشكل واسع، احنا الانتي بودي لما بيعمل adhering بالانتيجين بتاع الميكروبس هيجي الانتي بعد كده الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هي الكومبلمنتس عشان يمسك فيه وبيمسك فيهم ويقدر يتم العمل بتاعه. طب التايبس وهنتكلم في الميكانيزم ده كله بشكل عام. التايبس بتاعت الانتي بودي دلوقتي عندنا ايه هي؟ عندنا 4 تايبس: اي جي ام، اي جي اي، اي جي جي، اي جي اي، اي جي دي. كل نوع فيهم بيبقى ليه شكل مختلف شويه. الاستراكشر اوف انتي بودي ودي اهم حاجه عايزين نتكلم فيها، الانتي بودي كونسيست اوف تو بيرز اوف بولي بيبتايد تشين. بولي بيبتايد تشين دي اللي هي السلاسل البولي بيبتايد، يعني هي بتتكون من بروتين. دي معنى كده ان دي ماده بروتينيه. دي تشين عندنا في تشين طبعا اللونج تشين او الهيفي تشين، وعندنا الشورت تشين او زي اللي احنا بنسميها اللايت تشين.
اوكي زي ما شايفين شكلها هنا كده واخد شكل حرف الواي. Perpetuation consists of two parts. Variable region الجزء اللي فوق ده بيكون variable region represent antigen binding site دي المكان او السايت اللي بيحصل فيه binding between الانتيجين والانتيبادي. والانتيجين ده اللي هو اتفقنا ان هو something like ID بيكون على الاوتر سيرفيس بتاع الفورين بودي مع الانتيبادي. Each antibody has two identical antigen. يعني انا عندي هنا antigen binding site اللي هنا هو الحرف الواي عنده كانه عنده two arms. التو arms دول فيهم two variable regions. Variable regions اللي هي المنطقه دي اللي هي بتتفصل او بتتغير. هي ليه variable؟ هي ليه متغيره؟ لان هي بتتفصل تماما على قد الانتيجين بتاعه الفورين بادي ده. يبقى هي بتبقى متخصصه ليه فقط. لكن الجزء اللي constant اللي هو الجزء اللي هو بيكون ثابت ده ثابت في كل في اي انتيبودي اللي هم بقيه اللونج تشين او الهيفي تشين وبقيه اللايت تشين. The shape of this site is different اتفقنا ان هي from antibody to another due to the difference in the conformation of amino acids. هي ليه بتتغير؟ طبعا هي اتغيرت البروتينز بناء على البوليبيبتايد تشين دي عباره عن امينو اسيدز عملت البوليبيبتايد. الامينو اسيدز دي اللي هي مسكت بيه بيبتايد تشين زي ما احنا بيبتايد بون سوري فدول عملوا لي ايه؟ بتختلف على حسب طبعا الامينو اسيدز اللي اتكونت فيه. اتفقنا دلوقتي ان هيحصل ليه specific binding between the antigen and its specific antibodies at these sites simple to look and its key. احنا عندنا الانتيجين binding site دي بتبقى مختلفة متخصصة against antigen محدد. يعني مثلا اللي عندنا الانتيبادي against الفيروس بتاع الانفلونزا هيكون على قد بالظبط وعلى شكل الانتيجين الموجود على الاوتر سيرفيس بتاع الفيروس بتاع الانفلونزا. مش ممكن يمسك فيه او انفلونزا محددة كمان. يعني لو هي الكورونا يبقى هو على زيها بالظبط وما ينفعش يمسك مثلا في فيروس المسبب لانفلونزا مثلا انفلونزا الخنازير او الانفلونزا الطيور لو كنا نسمع عنها. يبقى كل انتيجين على موجود على الاوتر سيرفيس بتاع اي فورين بودي او اي مايكروبس او اي فيروس بيكون ليه انتي بودي متخصص ليه. فين الجزء المتخصص ليه اللي هو الفاريبل او البايندنج سايت مع الانتيجين. وبعد كده قلنا في constant region it has the constant shape and the structure in all of the body antibodies. Okay. Mechanism of antibody طبعا most of antibodies have two antigens binding site while the antigen has many binding site which and ليه هو لازم يكون ليه اكتر من او ليه اثنين علشان يقدر يمسك فيه او يكون في شور ان هو لازم هيمسك فيه الانتيبادي. Antibodies stop the action of antigen by using one of the following mechanisms. هو الحقيقة بيتبع أسلوب هو مش بيعمل destroying هو بيوقف الميكانيزم بتاع الانتيجين ده علشان يبقى سهل بعد كده يحصل له engulfed by الماكروفيج. يبقى الانتيبوديز ميكانيزم بيعمل حاجة أو طريقة من الطرق الخمسة اللي عندنا يا إما يعمل neutralization أو agglutination أو precipitation أو lysis أو antitoxins. Okay, neutralization يعني هو ودي أهم important functions of antibodies دي إن هو بيعمل binding مع antibodies. هيمسك عامل binding مع outer coat of virus. البايندنج ده prevents the virus from adhering to the membrane. الفيروس عشان يعمل attacking أو للسيل بتاعت الهوست لازم يعمل adhere مع الميمبرين بتاعها علشان يقدر يعمل penetrate ليها وبعدين يحصل إن هي الجيناتيك ماتيريالز بتاعته تدخل جوه السيل. فعلشان أمنع أصلا وصول الأوتر ميمبرين بتاعت الهوست فهو بيمسك بيعمل binding معاه. يبقى prevents the virus from adhering to the membrane. دي طريقة. طب لو نفرض إن الفيروس succeeded to penetrating the host له هو فعلا دخل الهوست يبقى هنا هيعمل ايه بقى؟ preventing the nucleic acid of the virus from coming out from the infected cells. يعني هو هيفيد بيه الانفكتد سيلز دي عشان يمنع خروج ال عندنا النيوكليك اسيد بتاعت الفيروس اللي هي حصل لها ريبليكيشن انسايد ذا هوست سيل عشان او الانفكتد سيل عشان ما تخرجش وتعمل دلوقتي اتاكينج للاذر سيلز او نيبرنج هيلثي سيل.
عندنا طريقة تانية للاجلوتينيشن. Some antibodies such as the IgM مخصوص. They have many antigens. دي عنده أكثر من antigen binding site which enable each of them to bind with more than. ده بيقدر يمسك في أكثر من antibodies. الانتيبادي ده بيقدر يمسك في أكثر من antigens بتاعت أكثر من microbes في وقت واحد، وبالتالي بيعمل لهم عملية تجمع وaccumulate في منطقة واحدة عشان يبقى سهل إنها يحصل لها engulfed by macrophage. ممكن نعمل عملية ثالثة، يعمل precipitation، إن هي often happens in the soil، اللي بيحصل في بتبقى في soluble antigens، في soluble antigens أول ما بتدخل السيلز بيحصل لها بتذوب، وبالتالي الانتيجين ده ما بيقدرش يتعرف عليه الانتيبوديز. ففي الحالة دي بيعمل إيه؟ هو بيحولها من soluble لinsoluble ويحصل لها precipitation علشان يقدر يتعرف عليها الانتيبوديز أو يعمل adhering فيها، وبالتالي بعد كده يبقى سهل على الميكروفيج إن هي تعمل لها engulfed. اوكي طيب، في الطريقه الرابعه عندنا اللي هي اللايزس. البايندنج بين ذا انتيبوديز اند ذا انتيجين اكتيفيت سبيسيفيك بروتين اند انزيم كولد كومبلمنتس. احنا اتفقنا دي، عرفنا طيب ان الكومبلمنتس دي لايز ذا كوت اوف انتيجين اند ديسولف ذير كونتنت تو ميك ذيم ايزلي. هو ايه وظيفه الكومبلمنتس اللي احنا كنا بنتكلم عنها؟ بيقول ان هي بتفرز الكومبلمنت دي لايز الكود بتاع الانتيجين، هي بتحلل الكود بتاع الانتيجين ده. ازاي هي حللت ازاي؟ عن طريق ان هي ميكس او حللته ليه؟ اقصد لان هي عشان تعمله ايزي انجلفد باي الفاجوسايتوزيس او الماكروفيش. اوكي اخر جزء، اخر طريقه عندنا اللي هي الانتي توكسنز. وانتي توكسنز دي اللي هي الانتي بوديز دي كان بايند تو ذا توكسين توكسينز طبعا فورمينج كومبلكس اوف انتي بودي اند توكسينز. الكومبلكس ده اكتيفيت الكومبلمنت تو رياكت وذ ذيز توكسينز. لما يكون عندي ماده سامه او سموم دخلت الجسم بيقدر الانتي بوديز يقدر يتحد معاها او يعمل بايندنج معاها، والكومبلمنت يجي يمسك فيها. ده بيعمل الكومبلمنت رياكت مع التوكسينز دي ويعمل تشين من الكيميكال رياكشنز كده. في النهايه دي هتؤدي ان هي يحصل لها ديتوكسيفيكيشن، بمعنى ان هي خلاص يحصل له نزع للسميه بتاعه هذا السم او بيوقف عمل السم بتاعه. في هنا فيديو سريع كان موجود على بنك المعرفه، احنا يعني كده بس هنشوف الاستراكشر بتاعه الانتي بودي بسرعه جدا عشان وقت السيشن كده. انا احنا خلصنا ان شاء الله بعدها الجزء ده، وان شاء الله السيشن الجاي نبدا فيه الميكانيزم بتاع الانسان. عندنا سيليتد سيلز الموجوده في النزل طبعا او في النوز. ازاي خدها؟ فيها لينفوسايتس اهي. حصل لها اكتيفيشن، بعد كده بدات تجيب السيلز دي، حصل لها الريسبونس بتاعتها. انتيبادي ده الانتيبادي عندي بوليبيبتايد شين فور او طوال هيفي، وطبعا الهيفي بعد دي او دي فاري بريجنز اللي هي انا في الانسايت انتيجين، ودي بتختلف في فاري بتختلف في من انتيجين لانتيجين، ودي على حسب اختلافات الاختلاف ده الجزء اللي احنا كنا عايزين نعرفه اعزائي الطلبه. وانا واحنا ان شاء الله هنسيب لكم لينك لامتحان علشان تمتحنوه في فورم زي ما احنا شايفين كده. في نهايه الفورم في لينك برضو لكيفيه التواصل معانا، وبعد كده عندنا في لينك تاني برضو علشان تقولوا ارائكم او ايه الاسئله بتاعتكم او حلو مع بعض ان شاء الله. بكده اعزائي الطلبه نكون خلصنا السيشن النهارده، وخلصنا الجزء ده الدرس الثاني في الاميون سيستم في الاميون، وان شاء الله السيشن الجاي باذن الله هندخل في الميكانيزم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.